شاهدوا جمال زوجة الممثل السوري باسل خياط، وتعرفوا على سبب انفصال الفنان السوري باسل خياط وهند صبري ومعلومات أخرى لا تعرفونها عنه. اسمه بالكامل باسل سمير الخياط. ولد الفنان في 29 أغسطس عام 1977. صورة للفنان باسل خياط في طفولته. عمر الفنان حتى 2019 41 سنة. ولد الفنان في دمشق بسوريا. جنسية الفنان سوري. طول الفنان 1.85 متر. حالته الاجتماعية متزوج. اسم زوجة الفنان ناهد زيدان. الفنان باسل خياط مع زوجته ناهد زيدان. ناهد زيدان زوجة الممثل السوري باسل خياط. شاهدوا كيف تعرف الفنان السوري باسل خياط على زوجته ناهد زيدان. كانت ناهد زيدان إحدى معجبات الفنان السوري باسل خياط، وبدأت نظرات الإعجاب بين الثنائي من أول لقاء حينما سألها باسل عن الشامة التي على خدها، ما إذا كانت حقيقية أم لا، ثم تطورت العلاقة بينهم إلى قصة حب جميلة انتهت بالزواج. ناهد زيدان زوجة الممثل السوري باسل خياط. أبناء الفنان شمس الدين وإيزابيل. صورة للفنان باسل خياط وزوجته ناهد زيدان وابنه شمس الدين. ولد الفنان باسل خياط في 29 أغسطس عام 1977 في دمشق منطقة شارع بغداد، وهو حي شعبي. بدأ باسل صغيرا في 8 من عمره بتمثيل العديد من المسرحيات الموجهة للأطفال. الفنان باسل خياط برفقة والديه وزوجته. صورة للممثل السوري باسل خياط مع أخيه. عندما تقدم لاختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية تم رفضه في المرة الأولى. كان من أعضاء اللجنة التي رفضته الفنان غسان مسعود، وهي اللجنة التي عادت وقبلته في العام التالي. We could be.
باسل خياط ممثل سوري اشتهر بأدائه المتميز وإتقان الأدوار الصعبة، استطاع خلال فترة قصيرة أن يجذب الجمهور إليه من خلال حضوره المتميز، حاز على جائزة أدنيا السورية كأفضل ممثل في مسلسل أحلام كبيرة. صورة للفنان باسل خياط مع الفنان قصي خولي. وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، تخرج مع الفنانين قصي خولي وسلافة معمار ونادين تحسين بيك، شارك في الكثير من المسرحيات في فرنسا ومصر وبيروت والأردن والكويت وسوريا. صورة قديمة لعدد من نجوم سوريا يرجع تاريخها إلى العام 1996. لماذا فسخ باسل خياط وهند صبري خطوبتهما؟ بدأت قصة الحب بين الطرفين عندما التقيا في أكثر من مهرجان، وخاصة خلال انتقال باسل خياط للقاهرة عام 2005، كان يستعد لتصوير فيلم باب الشمس مع المخرج يسري نصر الله. هند صبري وباسل خياط تعرفا عن كثب ووقعا في الحب، وأصبحا يظهران سويا في الكثير من المناسبات الفنية، ولم يخفيا علاقتهما. وقالت هند صبري وقتها بأنها مقتنعة بباسل وبأنه فارس أحلامها، لأنه يتسم بكل الصفات التي كانت تحلم بها، وأشارت إلى أنه صادق في مشاعره نحوها ويحبها ويخاف عليها. بعدها أعلنا عن خطبتهما واستعدادهما للزفاف. أكد الفنان السوري باسل خياط أنه مثل أي إنسان شرقي يغار على من يحبه، ولكن غيرته في السابق ليست كما هي الآن، مشددا على أن الغيرة كانت سبب انفصاله عن الفنانة هند صبري بعد ارتباط دام عامين ونصف العام، وأنهما لا زالا أصدقاء حتى الآن ويضحكان على ما جرى خلال فترة ارتباطهما. نفى باسل خياط أن يكون قد خضع لأي عمليات جراحية صحية، لكنه كشف عن خضوعه لجراحة تجميلية واحدة في منطقة الفك، مؤكدا أن طبيب التجميل الذي استشاره أعلمه بأن لديه تراجعا بدرجة ما في الفك السفلي، فأجرى هذه العملية لتقريبه حتى يكون هناك تناسق في النسبة بالوجه. صدم الفنان السوري باسل خياط جمهوره مؤخرا بأن كشف بصراحة عن طبيعة مرضه، لافتا أنه مرض نادر الحدوث، وقد اكتشف إصابته به عن طريق الصدفة البحتة، ومثله أيضا نجوم كثر. وكشف عن إصابته بمرض حمى البحر المتوسط، وهو مرض جيني ليس له علاج سوى المسكنات فقط، ويصاب صاحبه بنوبات على فترات متباعدة تتسبب في بعض التشنجات المعوية والصداع ودرجات الحرارة، ويكون الألم مبرحا.
وقال باسل خياط إن ظروف والده المادية كانت ضعيفة، وبالرغم من ذلك كان هناك جاكيت يحبه كثيرا فعمد إلى شرائه 3 مرات. وأكمل قائلا: وفي كل مرة كان يضيعه فقام بشرائه للمرة الرابعة وضاع أيضا، فشعر أنه تحامل ماديا على والده. قائلا: ورغم أنه كان طفلا إلا أنه فكر في الانتحار، ولكنه الآن لا يجرؤ على التفكير في هذا الأمر.